HS Engineers. Go with the professionals. Finding interest rate i. يبقى عندنا سؤال هيكون فيه الاي مجهوله، ما اقدرش استخدم الجداول، لازم استخدم القوانين. بيقول لي جيل انفستد $1,000 each year for 5 years. يبقى كل سنه حط $1,000 لمده 5 سنين in a local company and sold her invest after 5 years. بعد 5 سنين باعه ب 8000، او يعني خد 8000. What annual rate of return did Jill earn؟ يبقى الراجل ده دفع 5 دفعات، ادي دفعة 2 4 5، وبعدين خد مبلغ F 8000. الايه هنا كانت ب $1,000. طيب دلوقتي احنا عايزين نجيب الاي المجهولة. لو الان عندنا ب5 والاي معلومة والاف معلومة، هقول كده الاف بتساوي ايه في اف جيفن ايه اي وان، او العكس كنا ممكن قلنا ايه بتساوي اف ايه جيفن اف، نفس الشيء ده يمشي وده يمشي الحال. يعني نعوض 8000 اللي هي الاف بتساوي 1000 اللي هي الاي، قانون الاف جيفن ايه اللي هو 1 زائد اي اللي هي مجهولة 5 سنين على اي. هدخل الكلام ده بالآلة، هقول 8000 بتساوي 1000 في افتح قوس فوق 1 زائد الاكس المجهولة اس 5 ناقص 1 وتحت الاكس المجهولة، واقول شيفت سولف كاتب لي رقم 30. يعني مش احنا عايزين اي، فالاي بتطلع بوينت 1 بوينت 15%، يعني حاجة زي كده عشان اسرع الحل. اذا الاي اضرب في 100 طلعت 23.7%. يبقى دي نسبة الانترست ريت اللي جيل كسبها خلال الفترة اللي استثمر فيها 1000 لمدة 5 دفعات.